مجموعة من القوانين، وهذه القوانين سبق أن طرحت من مجموعة كبيرة من النواب في الحملة الانتخابية 2020، واحتلت صدارة أولوية عدد كبير من النواب، وتم تقديمها منذ اليوم الأول. أنا أتكلم عن نفسي وأتكلم عن زملائي اللي قدموا قوانين متشابهة. هذه القوانين طبعا هناك عدد كبير من القوانين، ولكن ما تم الاتفاق عليه كأولوية قصوى لا تحتمل التأخير، أيضا القوانين الخاصة في الحريات، القوانين الخاصة بتعديل النظام الانتخابي، والقوانين الخاصة بالتوظيف وإحلال الكويتيين في الوظائف العامة، بالإضافة إلى قضية العفو، وهي قضية يعني تم التباحث فيها والاتفاق أيضا على أن تأخذ مسار العفو الخاص اختزالا للوقت، وأيضا تجنبا لكثرة القوانين اللي موجودة في هذا الاتجاه.